يمكن فكرة اللي هي شكت انك مخرج وبطل العمل. قول لي بقى الموضوع بدأ ازاي، وخصوصا ان احنا لما دورنا كده انت اعتقد طبيب يعني مجال اخر. احنا كان معانا قبل الفاصل مهندس وبقى مخرج، فمعانا كمان طبيب اسنان وتحول للاخراج. واضح ان الاخراج بقى دلوقتي بيشد ناس كتير قوي، ايه اللي وداك لمجال الاخراج؟ لا هو اسمحي لي، هو مش الاخراج بيشد، هو دي عقده في الاسره المصريه، موضوع دكتور المهندس. والله يعني ده كان المجموع، انت عشان عقده. شاطر فما عملتش حاجه اللي بتحبها ما يعني. تخشش معاه سينما على طول، الاول مهندس او دكتور وبعدين نشوف هيعمل ايه. معلش بقى عشان انت شاطر، لا يعني انت تتحمل عاقبه انك ايه شاطر. هي بدات وانا دكتور سنان. فكره الفيلم بدات ان انا كان يعني طبعا حوالي 7 حالات من وسط 10 حالات في الجيل لازم يعبروا بشكل او باخر عن خوفهم من ابره البنج. فالرد البلاستيكي السريع للدكتور هي شكه، ما تقلقش حتى لو هو ما يعرفش اثرها الالام ايه او وقعي. فدي كانت هي بدايه الفكره، يعني ان احنا كنا انا اصلا درست في اكاديميه رأفت الميمي اخراج، وفي اثناء بقى التحضير للمشاريع حسيت ان القصص المتاحه قصص اتعملت كتير باشكال مختلفه طبعا بطرق مختلفه بس اتعملت كتير. فكنت عايز فكره يعني اصليه وفي نفس الوقت استغل وجود مثلا عائلات لاصدقائي، او طبعا حركة عارفه اللوكيشنز مش سهل اعمل لوكيشن اثناء ديكور يعني الاقي حاجه جديده وفي نفس الوقت قابله للتنفيذ، لان كتير قوي مشاكل تواجه المخرجين يبقى عنده افكار عظيمه جدا بس يعني بيقيد احلامه فكره التكلفه، او ان هو عايز مش هيقدر ينتج مثلا، عايز سي مثلا عايز يعمل شوط في ستاد مش هيقدر، فبيحيد تفكيره. وانت الانتاج انتاجك ولا في حد ساعدك في الانتاج انتاجي الخاص انا بالفيلم؟ واخويا الكبير. يعني الموضوع عائلي برضه، عائلي يعتبر مستقل، انتاج خاص ليك الفيلم ده. مستقل. فقررت انك تعمل بقى هي شكه. طب المشروع في بدايته هل عرضته مثلا على اساتذه اللي كانوا هو مشروع بيقدموا؟ تخرج مشروع تخرج في الاكاديميه رأفت الميمي، هو ده كان مشروع التخرج. بيبقى ليهم شروط معينة أو تفصيلات معينة، بيقول لك مثلا نحب تبقى موجودة في مشروع التخرج، أو يديك حتى الهيد لاينز اللي تمشي عليها؟ تماما، لا هي حرية مطلقة. اه وهي دي حلاوة الأفلام القصيرة، إن هو حرية في التعبير تماما، ما بقاش مقيد زي السوق مثلا، زي السوق طويل، هي حرية مطلقة. بس طبعا هو بي يعني بي بي يعني بي بيشرب بحيث ما يبقى فيلم في الآخر، ما يبقاش ما يطلعش سيني يعني فيلم. مشاهد وخلاص يبقى يعني. في دراما، يبقى في موضوع. طب انت يعني واحد بياخد في مدرسه رأفت الميمي اخراج وقررت تبقى كمان الممثل، موضوع صعب لان هو ان المخرج هو اللي بيبقى شايف الممثل، انت تبقى انت الممثل وفي نفس الوقت المخرج، ويعني ولا ما لقيتش حد يعرف يعبر عن اللي انت عايزه غير نفسك برضه؟ دي كانت غير مقصوده. اللي حصل ان انا كنت رحت خدت ورشه تمثيل عشان اعرف الممثل بيعمل ايه، وحتى وانا بوجهه ابقى حاسه وفاهمه. الموضوع ده خطير يعني، المخرج في مخرجين ما يسيب الممثل يعمل اللي هو عايزه بيبوظ الفيلم. فدرست تمثيل، وبعدين اثناء بقى التحضير يعني درست قبل ما اعمل الفيلم، اثناء الكاستنج للفيلم اكتشفت ان انا هعلم الممثل يمسك الابره ازاي وحاجات كده بالايد. مع يعني انا حاولت جبت كذا ممثل وما ما اقتنعتش. وبعدين هو البطل دكتور سنان وانا دكتور سنان، وقلت مش هتبقى مشكله بالنسبه لي، يعني مش هبذل المجهود ان انا اطلع دكتور سنان واطلع بشخصيتي زي ما انا، مش هعمل مثلا كاركترايزيشن او حاجه. بس فقلت اعمل. طبعا اثناء لما خدت القرار دوت كل الانستراكتورز في الاكاديميه يقولوا لي اوعى تعمل الموضوع ده، كلهم كانوا ضده وقالوا لي انت يعني عارف حضرتك الفيلم بتاع استاذ عادل امام واستاذ سمير صبري لما قال له هتعمل زي واحد صاحبي ما تعرفوش؟ ايوه بالظبط. كله قال لي هتعمل زي فلان الفلاني، مثل واخرج، والاخراج كان حلو والتمثيل كان وحش او العكس، انك التمثيل كان حلو. تظبط الاثنين بنفس الجوده يعني، اما الناس هتعلق ان تمثيلك وحش او هتعلق ان هيحصل واحد منهم تضارب في المصالح او يحصل تداخل في التخصصات. بس انا خدت يعني التحذيره ديت وجبت يعني استاذ اللي هو المخرج منفذ كان زميلي، هو مخرج مسرحي كبير يعني استاذ سعيد سليمان، اكبر مني ب 20 سنه، هو 30 سنه في مسرح الدوله والبالون. فانا قلت له انت هتساعدني بس مش هتبقى مساعد مخرج، وانا بمثل انت هتبقى مخرج. تماما يعني انا بمثل، انا ما بقتش مخرج. وبعد ما نخلص انت هتقول لي، انت اللي هتراقب ادائي وتقول لي كنت اوفر كنت اندر. انا وانا بمثل انا مش المخرج. ايوه بس مثلا الكادر انت كمخرج انت اللي مختار كادر. دي قبل بقى بظبط الكومبوزيشن من قبليها، وانا وممكن اوقف حد مثلا مساعد تاني اقول له اقف هنا اشوف مكاني،
كده واظبط مع المدير التصوير وكده. التوقيت بتاع الفيلم، اخترت مدة الفيلم ازاي؟ بناء على ايه؟ لا القصة هي اللي حددت. قصة ولا انت في ساعات مثلا وانت بشوفها في مخرجين بعد ما بيشتغلوا بعد ما يمنتج يلاقي ان الوقت ده طلع من كده، يعني هو بيبقى ايه؟ من موصوف للاحتراف ان هو يقول انا عايز فيلم، هعمل فيلم في ربع ساعة، هعمله في 30 دقيقة، لا هو بيشتغل ولما بيمنتج بيلاقي ان الامور مثلا عشان يظبط الريتم والاداء، فبالتالي الوقت بيجي بقى لاحقا في اخر الانتاج بتبقى وقت الفيلم، ده اللي حصل معايا. مظبوط. هو القصه مثلا قدامي مثلا 15 مشهد، يعني بقى عاده المشهد بيبقى دقيقه دقيقه ونص، قلت 20 25، هو في الاول كان 28 دقيقه، وبعدين قعدت اشد فيها شد عشان منتجت كمان. ودي حاجه برضو ان المخرج لما بيمنتج بيبقى برضو بيحصل تضارب برضو في التخصصات، هو في شطات بيصورها يبقى صعبان عليه ان هو يشيلها. وجود مونتير يعني شخص عين اخرى ساعات بيبقى ليه راي مختلف. طبعا يعني المونتير مونتير ده فن لوحده. المخرج في شطات هو حاببها بس حتى لو مش ماشيه مع الايقاع بيسيبها. ان هو وده بيدخلك في التطويل، يعني شوف افلام مثلا المخرج اول ساب عليه مهرجان العرض، اول مهرجان كان في مصر كان مركز ثقافي فرنسي السنه اللي فاتت في 2016، يعني الحمد لله عجب الجمهور، بس بعض لجان التحكيم والجمهور برضه النقاد قالوا لا يعني ايه حلو بس شدوا 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 فشديته، وبعدين دخلت مهرجانات ثانيه والحمد لله يعني خلاص كده. في عيانين كتير خدوها وما توجعوش، واكيد في عيانين كتير اخدوها واتوجعوا. خلاص يبقى الموضوع في ايد العيان. مش فاهم يعني كده كده العيان هيحس بالشك، هو بقى اللي فيه ترجم الاحساس ده لاحساس بشكة بسيطة او احساس بوجع رهيب. مش فاهمة يعني اعمل ايه دلوقتي؟ افرضي جسمك وايدك جنبك. افتحي بوقك على اخي. التخرج وخطوه بخطوه طلع الفيلم، ازاي قدرت بقى توصلوا للمهرجانات؟ هل برضو من خلال التعليم والاساتذه اللي معاك هم قالوا لك ابدا بقى ابعته مثلا في المهرجان ده او خليه يتعرض في المهرجان الفلاني؟ الموضوع بقى سهل لان طبعا السوشيال نتورك والانترنت خلاص سهل الموضوع، حتى في بعض المهرجانات اللي كانت بتطلب ان احنا نشحن لها الفيلم بقت اونلاين يعني. طبعا اونلاين، فخلاص الموضوع بقى سهل والعالم بقى مع بعض وشايف الموضوع ده. وكان في برضو اثناء بعد ما خلصت عمل الاكاديميه الافريقيه عمل زي ورشه الاستاذ نبيل شلبي كيفيه التقديم على المهرجانات من خلال سايتات معينه، نقدم على ايه وما نقدمش على ايه، بلاش بعض المهرجانات في امريكا عشان ما بياخدوش افلام، حاجات كده يعني يقدموا على حاجات. في طبعا مهرجانات اوروبا فيها ليها توجهات، في بعض المهرجانات لا عايزه حاجات مثلا عن مثلا مشاكل العالم العربي او عن مشاكل المراه او عن بتدور على مواضيع بعينها ساعات. ساعات كنت بقدم في حاجات وبكتشف ان المهرجان ده ليه توجه معين فما يتقبلش. وفي مهرجانات بتحب الحاجات اللي مثلا المجنون يعني، فهي كانت ورشه لطيفه وبرده من الانترنت. فقلنا بقى دخلت كام مهرجان كده؟ دخل حوالي سته. فاكرهم الاسامي المهرجانات؟ كان في مهرجان كندا الافلام القصيره في اول 2016، ودخل في مهرجانين في البرازيل معرفش ليه يعني معرفش ليه اشمعنى البرازيل، وبعدين مركز كونفرنسي في ابريل 2016، وبعدين دخل في الساقيه السنه دي في ابريل 2017 كسب احسن فيلم احسن ممثل، وفي مهرجان القومي دلوقتي في السينما، وفي لسه النهارده الصبح عرفنا اتقابل في مهرجان يوسف شاهين السينما. هتكلم عن البرازيل وكده، حتى انت نفسك تقول انا مش عارف ايه اللي وداك البرازيل، بتشوف ازاي فكره المشاهد الاجنبي خالص ده؟ يعني هل هم منفتحين اكتر وثقافتهم بتخليهم يبصوا الافلام القصيره ويتفرجوا حتى لو مش فاهم اللغه مش فاهم، عايز يشوف احساس الناس في كل مكان؟ لان احنا الحقيقه في مصر في بعض الاحيان ما بنهتمش قوي بفكره الفيلم القصير، يعني مش بنديله الاهميه. في فرنسا مثلا بنشوف قنوات فضائيه بتعرض الافلام القصيره، بتبقى ورا مهرجانات الافلام القصيره ومتابعاها، احنا ما بنشوفش في الوطن العربي نفس الاهتمام.
فكره المشاركه مثلا، هل بعثوا لك في البرازيل قالوا لك كان الاصداء او الاجواء او على الانترنت، على الفيسبوك وصور وبتاع. احد واحد المهرجانات بعت انتشر، بس كان مش قادر اروح ساعتها. انبسطت من الصور على الاقل، حسيتها زي ممكن الواحد يشوف الناس متابعه فيحس من عينيهم كده ان هم كانوا عاجبهم الفيلم او متابعينه بشكل كويس. ما عرفتش بره، عرفت هنا في لما اتعرض هنا كويس قوي. اصل الفيلم هقول لك على حاجه، يعني معظم الافلام القصيره بتبقى عميقه شويه، او يعني ساعات بسميها يعني مجازا سرياليه متحزلقه. بيبقى الفيلم ميكر خايف شويه وعايز يعمل حاجه قضيه او موضوع. فالفيلم بتاعي لا، انا عامله يعني ايه، عامله براحتي يعني، ان هو فيلم كوميدي عموما يعني. لايت. وفي افيهات وفي كده، ففي بعض المهرجانات ما بتحبش الكلام ده، وده حصل هنا. هي ليها توجه، عايزين بقى فيلم يركز الضوء على الطبقه المهمشه والواقع والكلام ده، لا مش عايزين حد والمعاناه لان هو اصلا في دراما قويه. هو اصلا جانب من سؤالك ان الافلام القصيره اصلا مش افلام تجاريه، فهي بالتالي مش معموله للامتاع على قد ما هي معموله لتبادل ثقافي او تركيز الضوء على الحاجات اللي مش باينه، غير الحاجات بتاعت الافلام الطويله. هي شكه في اكيد من خلال برضه الانترنت والسوشيال ميديا بنشوف مشاهد منه على الاقل، او في ناس كتير بتتابعه كله، سواء بتعمله داونلود او بتتابعه على اليوتيوب. زملاء من الاطباء بقى، اطباء الاسنان زعلوا منك في شكه ولا شافوا ان فيلم واقعي؟ يعني الحالات اللي انت بتقدمها او الاطار اللي انت خدته واقعي جدا بالنسبه لهم كدكاتره؟ لا، هو المشكله ان هم بيشوفوا صح، يعني صح، زميلهم بيعمل دكتور سنان في الفيلم اكتر من هم بيشوفوا الفيلم. دي كانت المشكله مع زمايلي بالذات، ان هم اللي هو احنا شفناك انت، فهو على طول بيتفرج، مش يعني ما بيقدرش يتفاعل زي الجمهور اللي ما يعرفنيش. فهو بتبقى يعني احلى تعليق من الجمهور، عارفك مش عارفك، بسيط، حد ناقد، بس احلى تعليق انت سمعته على فيلم؟ احلى تعليق كان الاستاذ هشام سليمان، منتج، كان في لجنه التحكيم مركز قاف فرنسي، قال لي فيلمك يعجب اي حد. انت لو اخترت ما بين الاخراج والتمثيل، لو جالك منتج وخيرك بقى، لان لو هنشتغل بجد مش هتقدر تعمل الدورين، وقليلين جدا، وبعض الاحيان ما شفناش قوي المخرج الممثل ده نجح. يعني حسين فهمي درس اخراج لكنه نجح في التمثيل، نور الشريف كان نفسه جدا يخرج ولما اخرج فيلم ما كانش على مستوى نجاحاته التمثيليه. انت لو خيروك بين الاثنين تختار ايه؟ لا، انا مخرج. تتمسك بالاخراج؟ انا مثلت الدور ده عشان هو دكتور سنان. بس، لكن انا مخرج فقط. طب هقول لك القادم بقى، يعني يمكن فيلم هي شكه كانت بدايه، شايف انك ممكن تستمر ازاي؟ هل محتاج تعرف صناديق الدعم المختلفه للافلام القصيره، ولا تستمر انتاج مستقل، ولا تحاول بقى تخبط على بابين المنتجين الكبار؟ بس دول هيبقوا بيتكلموا على نمط تاني خالص بقى من الافلام. يعني انا اوريدي بقالي سنه بحاول مع المنتجين الكبار، و يعني بعت سيناريوهات، يعني في حاله انتظار يعني. لا ان شاء الله الانتظار ما يطولش، ونشوف الفيلم. وهي شكه ممكن كمان يكون من نصيبه جايزه في المهرجان القومي السنه دي، يمكن لغايه الحلقه واحنا بنصور ما عرفناش لسه الجوائز، لكن كل التمنيات بالتوفيق. امير سعيد كان مخرج هي شكه، وكمان كان بطل هي شكه، بشكر وجودك معايا. شكرا. دي كانت حلقتنا النهارده من اكشن، مجموعه من الافلام المفسحه في المهرجان القومي للسينما، باختلاف انواعها واختلاف خلفيات المخرجين اللي ورا الاعمال. لاننا شايفين بكل الانواع اللي شفناها والمخرجين كلهم حابين انهم يقدموا ابداع، ابداع مهم، واحنا كمان كنا حابين نشارك معاهم تقديم الابداع ده لحضراتكم من خلال بقى شاشتنا، شاشه ناين سينما، واللي بتحب السينما بكل اشكالها. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم للمتابعه، كنت معكم رباب الشريف، ولقاء يتجدد على شاشه ناين سينما، فالى اللقاء.